مساء الخير. واحنا قاعدين الاسره كلها بنتفرج على التلفزيون في رمضان موسم بقى، وقاعدين بنستمتع بالاعلانات، بيتخللها شويه مسلسلات كده بتنغص علينا الفرجه. لقيت اعلان غريب بيدعو لحاجات اغرب وفي رمضان. الاعلان اعلان كومباوند، وبتلاقي في الاعلان ده اطفال قاعدين مع بعض وبيلعبوا مع بعض العاب غريبه، يعني مش كل واحد يوم قاعد على كرسي ولا كنبه وبيلعب، لا بيلعبوا مع بعض. وبعدين الاطفال دي بتركب عجل، يعني ليه يا حبيبي تركب عجل؟ ما بابا عنده سواق، خد الفستقي، خد السواق الليموني، عايز تعمل نفسك خد الوي، اعمل بايديك كده كانك راكب عجله. والعيال الغريبه دي برضو بتروح المطبخ مع امهاتها وبيعملوا وجبات وبيوزعوا الوجبات دي على السكيورتي في رمضان، بيعملوا كده في رمضان. ازاي يا جماعه الاعلان ده يعدي من الرقابه؟ انا مش عارف. وبعد كده بقى بتلم الاسره او الاصدقاء، بيتلموا مع بعض حوالين سفره الفطار ومفيش تلفزيون، يعني الناس قاعده مع بعض مش بتاكل وتتفرج على التلفزيون، قاعدين بيتكلموا، والاطفال قاعدين كلهم جنب بعض، مفيش حد فيهم ماسك تليفون، مفيش حد فيهم بيعمل اغنيه ولا بيعمل رقصه، لا ده قاعدين بيتكلموا وبيهزروا وبيلعبوا مع بعض. وبعدين بيتفقوا انهم يسافروا كلهم مع بعض يروحوا الساحل، طبعا بيروحوا كومباوند تاني تبع الكومباوند الاولاني. عايزين يقنعونا بقى، عايزين يقنعونا انه الناس في الساحل بتروح البحر الصبح. ما الساحل معروف انت الساعه 10 بالليل ل 6 الصبح انت بتقعد تاكل تاكل تاكل، وبعد كده تنام تطلع البحر الساعه 4 الظهر، تقعد ساعتين يا دوبك تحط رجليك في الرمله تتفرج على اللي رايح وعلى اللي جاي. لا دول بقى عايز يفهمنا بقى انه الساحل الناس تنزل الميه تلعب في الرمله بتعمل طيارات ورق، الاهالي الاسره بتنبسط مع بعضيها، الاولاد بيعملوا ليمون ويبيعوه. طب ليه يا حبيبي؟ ليه تتعب نفسك؟ ما بابا عنده فلوس، ما تاخد 7000 جنيه تجيب فريسك، يعني مش فاهم يعني اعتماد على النفس، يعني هي دي الرساله؟ وبعدين العيال كلها بقى كل الناس بقى بترجع البيت، مش يرجعوا البيت بقى يقوموا داخلين جوه يقعدوا في التكييف، لا يقعدوا بره بقى في الهاموش والناموس والكلام ده كله ويعملوا باربيكيو. طب والدليفري؟ هنطلب دليفري امتى لو ما طلبناش في الساحل يعني؟ وبعد كده يقعدوا بقى يلعبوا مع بعض. الكبار كمان يلعبوا افلام، يلعبوا مع الاطفال كاريوكي، يلعبوا العاب مع بعض، يعني غريبه. وبعدين بقى يظهر معانا الاعلان 3 دقايق و26 ثانيه، في الدقيقه 2:50 بيظهر معانا بقى التابلت، التليفون، الايباد، كل ده ما كانش ظهر قبل كده، وظهر لما حد سافر وابتدوا يكلموا بعض عن طريق التواصل الاجتماعي. طب فين الحياه الافتراضيه اللي الاطفال عايشاها؟ يعني ما كل طفل عنده حياه افتراضيه هو بيعيشها ومبسوط بيها، ليه نحرمه منها؟ ليه نخليه يعرف سر السعاده انه يعيش الحياه ويعمل خير ويحب ونعيش كلنا مع بعض اسره عشان هو ده سر السعاده؟ يعني قيم غريبه جدا جدا جدا، اتخضيت لما شفتها في اعلان في رمضان. سهلة والله سهلة، يعني اعلنوا عن الكومباوند وورونا شكل الفلل وورونا شكل الكومباوند وادونا قيم أسرية وادونا معاني وادونا حاجات حلوة. سهلة سهلة، ووصلوا رسالتهم. شكرا شكرا ماونتن فيو، اكشلي شكرا.